لان من نعتبر الثقافه الصحراويه مختلفه تماما عن الثقافه المغربيه، بالتالي هو شعبين مختلفين. هي بتوجه رسالة دعم، رسالة مساندة للشعب الصحراوي، وقد سطرت في هذه التظاهرة عدة برامج، منها المعارض، منها كلمات، منها زيارات لبعض الأماكن المتعلقة بهذه المناسبة. نحتفل بالذكرى 46 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. هذا الإعلان الذي جاء في وقت متميز جدا، في وقت يعود فيه الشعب الصحراوي إلى الكفاح المسلح. هذا الكفاح الذي هو تقريبا من واجبنا. أقدم تحية خالصة مخلصة للشعب الصحراوي ولمقاتلين جيش الشعب الصحراوي، كما أحيي الشعب الجزائري على مساهمته ودعمه، وأحيي ثاني جامعة قسنطينة لتخريج الذكرى الوطنية وعلى مساهمته في تنظيم هذه الذكرى الوطنية.